الفكرة بس هيك أسئلة خاصهم بأسامي المناطق. أوكي. أول شيء لبنان، كلمة لبنان هذا شو من وين جاي؟ هلأ في نظريتين. النظرية يطلع بقول في مؤرخ كتير مهم ما كتير العالم تعرفه، دكتور حسان سليمي سركيس، بيقولك إنه إنك تقول إنه هالتسمية جاي من لغة معينة هتجليطة. شو عارفك شو كانوا يحكوا؟ هلأ في بعض المصادر بتقولك إنه إذا بدي روح إنه هيدي الكلمة هي من اللغات السيمية، في باللغات السيمية جذر من الجذور المتعددة للكلمات بنسميه جذر ثلاثي، ما هو جذر الوحيد، في غيره. لام بينون لبن بهاللغات بتدل البياض، ممكن يكون سموه هيك مين ما بنعرف، لأنه بتتلج أو لأنه طبيعته كلسية، حجر كلسي أبيض. بالألفية الثالثة قبل الميلاد هي أول ظهور لهالتسمية بملحمة جلجامش. هيدي لبنان، لبنان أو لبنون أو وكانت عم بتشير لجبل لبنان، عم بتشير للمنطقة اللي هلأ منسميها جبل لبنان، بس مش بالمفهوم الحالي. يعني مثلا اللي منسميها هلأ سلسلة لبنان، جبال لبنان الشرقية، ما كان اسمها سلسلة جبال لبنان الشرقية. بالفترة الإغريقية سموها أنتي لباني، أنتي لبان يعني يواجه لبنان، ولكن بالأكترية الفترات العربية الإسلامية العثمانية إنه من وحدة، شقفة منه جبل الشيخ، شقفة منه جبل، كانت إشارة لمناطق جغرافية، مصطلحات جغرافية فقط لا غير. بيروت، بيروت كمان إذا بدي روح إنه أقدم شيء هي اللغات السامية، بروح للجذر، جمع بير، بيروتا أو بيروت. ليه؟ بيروت كيف بجيب المي تبعها؟ النهر بعيد عن مركز التاريخي للمدينة، فكانوا يحفروا أبيار. فلسطين بعد في شيء اسمه البيارة، البيارة هي الأراضي الزراعية اللي بترويها بالبير، فالأراضي الزراعية اللي كانت ببيروت ترويها بالأبيار. هلأ ببعض البيوت القديمة بالجميزة بعد في بقية هالأبيار القديمة اللي كانت تزود المدينة بماء الشرب. ليش عنا كتير من الضيع كفر دبيان، كفر رمان؟ كفر هي بي كمان اللغات السامية بالأخص بالأرامة، يعني مكان تجمع الضيعة، بس كفر دبيان كفر الغزل. وليش مش معممة على البقوة يعني عادة مثلا؟ لا موجودة بفلسطين وبسوريا بكثرة. في منها وما في منها، هي دايما بدك تكبر السردية مش تعمل زوم انه هي بس فريدة بجبل. طيب بس ليش ما تعممت على بقية الضيعة اللبنانية؟ طالما يعني مش دور كل ضيعة تكون كفر شيء، بس كيف قصدك يعني؟ يعني مركز تجمع، بيكون ها مركز تجمع اكثر من غيرها يمكن. ما عنا تفسير عنا، وهالتفسيرات شغلة كتير مهمة، هي بعضها فرضيات، بعضها فرضيات منا فعليا تطلع من حقيقة مطلقة، انه ايه فرضيات انه probably ممكن هيك على ارجح. في المعاملتين هيك كانت حلوة الفكرة، انه في هي منطقة اللي بينتقل فيها من محل لمحل الواحد. المعاملتين يمكن هيك الحدود الإدارية لفترة كتير طويلة كانت ثابتة. بالفترة المملوكية في وحدة إدارية كتير كبيرة، العاصمة هي القاهرة، تقسم انت المناطق لشيء اسمه نيابة السلطنة. الفكرة اللي عنا اياها على المماليك انه ناس دموية وجو قتلوا، هي مش كتير عادي، دولة فيها قتلوا فيها منيح. دولة منظمة مزدهرة، نيابات بقلب النيابات في معاملات، يعني تنقول محافظة وقضاء. كان في معاملة اسمها معاملة عفوا طرابلس، ومعاملة صيدا. الحدود بيناتهم هي وادي المعاملتين، وادي عميق وكان في نهر قبل ما ينشف. فهالمنطقة بتنتقل من معاملة للتانية، شو بتسميها؟ معاملتين. وفي مركز هيك إدارة، مش إدارة، مركز مراقبة بالمنطقة هيك. وبقي يعني منشوفه أحو هيدا هو بالفترة العثمانية، بقي لحديد صار في ولاية هو هيدا الخط، هيدا الخط اللي بيطلع وبيخلص بمنابع العاصمة، مطرح ما فيها هلأ ما يسمى بمغارة مارمارون اللي مقال عليه قلاب الموارني ولا مارمارون، بس قرروا انه مارمارون. ليش مقال عليه؟ هي مبنى على الأرجح من الفترة الصليبية ومركز بريد مملوكي، بس لأنه للوجود المسيحي وكل هالأزمات الهوية قرروا انه هذا دير مارمارون. هلأ استخدم لدير بالقرن الثامن عشر التسع عشر، بس جزوره منه دير، هو مركز عسكري. خلنا بشر دي هلا نخلص. هذه هي وقت صار في ولاية بيروت، ما عاد إلى محل، ما عاد إلى محل.
بقيت التسمية المعملتين. المعملتين على فكرة هي منا مدينة، هي جزء هي جزء من غزير. أي بتصور هيك. حكينا عن الكارانتينا كجزورة، بس في تسميات تانية كأن جاي من الفرنسوية بس هون مني أكيد. مثل مثلا سن الفيل، يقال أنه أصلا سانتيوفيل. أول شيء هي أنه إذا بدنا نرد التسمية للفترة الصليبية أنه كانوا يحكوا الفرنساوي اللي بينحكى هلأ، لا كانوا يحكوا شيء شبيه بالفرنساوي بس لا سان ولا تيوفيل. في أمير هالمنطقة كانت تابعة لإقطاع الإرسلانية أو التنوخية، في واحد الأمير سن الفيل. آه والله. إيه وفي في هيدي إذا بدنا يروح للقرن العاشر أو الثاني عشر، في ردة لجذر أرامي أقدم، بس كل هيدولة على الأرجح ما عنا ولا طريقة نجزم إلا لقصص مثل الكارانتينا نسبيا جديدة. كل ما تروح أقدم بالأخص بهالتسميات لمناطق هني بالأطراف كتير صعب تحدد من وين جاي التسمية. هو القول انه سانتيوفيل هي انه هي فقط مسيحيه، عرفت كيف؟ تقلبها دغري. اوكي، بس انه ينتبهوا انه هاي مار... نفس الشيء يعني بسرديه فيك تقول انه مارلياس منطقه اسمها مارلياس بس سكانها بيتغير، فيك تقول هالمنطقه بس اسلاميه، ما في مسيحيه هون وهون ما في اسلام، انه بس كانه الارض فيها يكون عندها هويه اصلا. طبعا هذه الارض انا ما راح اسالك عن ضيع اكثر لانه بدي ادعيك تعملها فقره انت تشتغلها، لانه انترستينج هيك واحد يشوف ضيع لبنان كلها اخبارها من اجوا. بس راح روح على محل تاني، المشايخ تبعنا والبكوات والامراء. هيك بعض النماذج بعرف انه بالزعماء الموجودين اليوم في يمكن بس جنبلاط في ارسلان، بس عم بحكي عن الزعماء بالصف الاول. الصف الاول كمان مزدوجين مزدوجين يعني. هو من الفترة اللي كان فيها العثمانيين. شو ظروف نشأة هذه العائلة؟ لأنه فيها كذا رواية، هي بالمصاهرة على الأكيد، بس في شيء قريته أنه كانت القيادة الدرزية عند بيت القاضي، أبلين القاضي بالمنطقة اللي فيها هلأ بيت جنبلاط، ما في قيادة درزية وحيدة. أوكي. يعني حتى بعز توسع فخر الدين المعني، يعني المعنيين اللي نعتبرهم بالسردية الوطنية انه هن اجوا من بعد التنوخية وبيت بحضر كعيال درزية، في دايما النظرة هي ما بدك تروح انه في عائلة واحدة، في عدة عيال متزعمة بالمناطق تبع ضمن نظام الالتزام، علم الدين، تلحوق، العماد، ارسلين، اصغر شيء صاروا بالاخير الاقطاع تبعهم. ومن السابع عشر وطلوع عندي ظهور لقوة جديدة بتمثلها بيت جنبلاط. في نظريتين، نظرية سائدة انه هني اصلا اكراد ولجأوا، ونظرية تانية انه لا هني فرع منها الفروع لعيال الموجودين كانت بهيدي المنطقة درزية وبالمصاهرة صار هني. يعني شو هي الخبرية؟ ما بقى ما نعمل بحث عن موضوع بيت جنبلاط، ولكن هي كل القصة انه ليه بعد في ناس بيحملوا الاب صح خازن جنبلاط حبيش وليش جنبلاط بيك وليش ارسلان مير. الاول شيء بدي افهم الهيكلية الادارية العثمانية. الهيكلية الادارية العثمانية قلنا انه عندي والي لابو باشا بيحكم منطقة بقلبها في صناجك، بكل صنجك فيه صنجك باي او مير لواء بيكون امير. أوكي. وهذا المير لواء عنده نواحي، كل ناحية عنده اقطاع لحدا لعائلة. اللقب بيفرق بحسب قدي واسع الاقطاع تبعك، ممكن يكون مقدم، ممكن يكون شيخ، او ممكن يكون امير. بيك هو لقب بلقب عثماني كتير قديم، بيك يعني مستر، مش سيد. ما قالوا شيء بمحل تنزيل، كان لقب عسكري لفترة كتير طويلة عثمانية. بالأخير العثمانية بالقرن التاسع عشر صاروا يعطوه لمكافأة حدا عم بيخدم بالسلطنة العثمانية. مش هيك بتشوف كتير عيال بلبنان عندهم لقب البكوية، بس في هيك تفصيل صغير نسيوه انه هذا يعطى للفرد ومش للعائلة. ما بيتورث؟ يعني اذا انا ابني طلع له لقب بيك ما في ورثه لابنه الا ما السلطان يعطيه ورقة تاني. ورقة فرمان وراح تاني. السلطان وراح السلطان وبقيوا للأب انترستنج لأنه كتير الألقاب على فكرة يعني
ايام كنا نطلع على التلفزيون اذا ما بتقول هالنوع من الالقاب لبعض الشخصيات بتقوم لايام يعني علما انه نحن اذا للبد في عنا سرديتنا الوطنية جاية على نقد يشيلهم اذا هالجماعة هن دموية وقتلوا وبالسردية الوطنية هن بقاتلوا جبل لبنان من 400 سنة طب ليه مبسوطين بالقابنا لهد صح ما هي هيدي سكيزوفرينيا عنا اياها كتير بلبنان الشيخ شو كان الشيخ لانه في شيخ صلح ولا كله كان شيخ صلح معنا لك تقاضي المحلي الشيخ الصلح هو بفترة المتصرفية كان نوعا ما أو فعليا هو لقابه المختار هون بداية المختار قبل الشيخ هو منصب إداري لإدارة ناحية من هالنواحي ليلم الضرائب يعني جملات وخازن ألقابهم شيخ بالمنظومة الإدارية مفروض هلا لازم نغيرها نصير الشيخ وليد جملات يعني تغير كثير انه ايه انا ما بدك تسأله اذا بتغير الكونوتاسيون تبعها كمان مع مشايخ الخليج مشيخات هي كل المسألة انه ليه بعدنا بنستعمل ألقاب المنظومة السياسية اللي كانت بتشرعهم منا موجودة بقى علما انه اكيد هالسلالات قديمة بس منا سلالات ارستقراطية مثل فرنسا أو أوروبا منه نظام اللي بيسموه فيودال فيودل هنا نظام إداري والتسمية العلمية منه إقطاع لأنها بالفترة الملكية أعيان يعني عيال متزاعمة طب راح النظام اللي الفرق هو بين الإقطاع وبين اللي بيسميهم كمان فيودل مقاطعجي يعني. بنسميهم باللبناني مقاطعجي لأنه هو بيدير مقاطعة ولكن ما كان لفترة ما بيملك الأرض ومن عليها يعني. بيملك حق التصرف بالأرض ولكن ما بيملكها interesting أنا ما رح بقى أطول أكتر لازم ندعي كل الناس يفوتوا على Heritage and Roots على إنستغرام وعلى يوتيوب مع أنه أنا عندي هيك دعوة إلك كمان على يوتيوب تطول فيديوهات شوي قريبا لأنه بنقعد علي هون بينما على إنستغرام في واحد صحيح. سكرولين صحيح thank you very much شكرا يا جد أكيد من عادة شكرا thank you.